شباب بسرعة يا شباب ما في وقت. أول شيء اليوم كثير منكم ما كان يتوقع أنه يدخل مرحلة الخطر. الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله في كل وقت وحين. شوفوا يا شباب، كلنا نعرف النتائج ما هو بيدي، نتائجك هو مصيرك في القرية وجهدك ومواقفك، وهناك مصير أو الرصيد الخفي. بسرعة شباب عشان قاعد أتأخر في الكلام عشان ترجعون. بسرعة شباب، يلا يلا منيف. طيب قبل كل شيء أتكلم أقعد يا الزايد، باقي أحد؟ باقي أحد يا شباب؟ عبد الله بن دفن راشد، عبد المجيد طويرش، عمر ملحم، صالح زيري، الزايد، فارس، محمد، عبد الرحمن، سالم، منيف، محمد، وايل، الزايد، محمد، بندر، خالد، باقي أحد؟ طيب شوفوا شباب، أول شيء أنا أعتذر إني أرهقتكم وتعبتكم معي كثير، لكن أنا كان عندي رسالتين ودي أقولها، بس سبقني فيها محمد الذهلي ووائل خواجي، وأبغى أسمع تعليق 10 ثواني كل واحد فيكم. يوم سمعنا المتفجرات البسيطة، الألعاب النارية البسيطة هذه، وأعتقد أنها خطرة، إلا أنه رسالة لازم تصل لجميع الملايين يتابعونا، أنه لنا أخوان في الحد الجنوبي وجميع حدود المملكة العربية السعودية، وانتم نايمين، الرسالة الثانية، وانتم نايمين يسمعون اضعاف اضعاف هالاصوات. وحقيقية، وممكن انه اي ذخيرة تعرض احد جنودنا او شظية لخطر، لكن عشان حبه لهذا الوطن ورفع راية الوطن والدين ضحى بكل شيء، ضحى بوقته وجهده ونفسه وأسرته عشان يقول لك نام وتصبح الخير وخلي الوطن علي. فبالله وتالله بالله ما يستحقون تحية يا شباب. وقف احترام. الرسالة الثانية لنا أخوان في حلب، بالساعات بالدقائق بل بالثواني تنزل لهم براميل متفجرات، ومعروف انه نهايته ايش؟ استشهاد، وفاة. انتم كلكم انا نبهتكم في بداية الحلقة، نبهتكم في بداية الحلقة قلت يا جماعة الخير شكرا لوقفتكم الصادقة لاخواننا في حلب، لاخوانكم مرابطين، نبهتكم قلت القرية موجود فيها مخاطر تقدرون تتفادونها. التنبيه دائما زين، سلاح، يقولك اقرب من الخوف تامن، ما بالك لما قذيفة ولا برميل متفجر ينزل عليك يوميا بالثانية لإخواننا في حلب. وكل يوم نخسر بالآلاف من المسلمين، لكن نسأل الله العلي العظيم أن يفرج همهم، قولوا آمين. اليوم هذا الموقف اللي بكم تعيشونه، الرهبة، الموقف، الوقفة، المنظر، حقيقة أنتم تراكم مغيبين عن الإعلام وماذا يحصل في الخارج. لا تنسون اخوانكم مرابطين في الحد الجنوبي في جميع حدود المملكه، فهم احوج بالدعاء في الثلث الاخير في الليل، فرب دعوه من دعواتكم تصيب نفحه اجابه فتسعدهم طول حياتهم. اسال الله العلي العظيم ان ينصرهم، حتى مشاهدينا الكرام لا ينسون اخواننا الجنود المرابطين، والله يرحم